ذكر سيدي الإمام الشيخ محمد الياس العطار القادر حفظه الله، قال: ليلة القدر هي أحلى إحدى ليالي شهر رمضان المبارك وأعظمها قدرا، إذ إنها هي الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي مقام آخر قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فليلة القدر هي واحدة من ليالي شهر رمضان المبارك، هذا على ما أجمع عليه العلماء وليس في هذا خلاف أبدا. هذا ما أردت أن أقف عنده. أيضا بالنسبة لأول ليلة من ليالي رمضان، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد في ذلك آثار كثيرة، أن أول ليلة من ليالي رمضان تصفد الشياطين، تغلق أبواب جهنم، تزخرف الجنان وتفتح أبوابها، تغلق أبواب المعاصي وتفتح أبواب الطاعات وأفعال الخيرات، وشهر تكون فيه يعني نفس المؤمن أقرب ما تكون من الله سبحانه وتعالى.